لا صوت يعلو فوق صوت الصقيع، الدنيا ساقعه تلج والناس كلها بتتكلم عن هذا الامر، وبطبيعه الحال في الجو البرد اللي موجود ده اكيد هيكون في استهلاك اكبر للسخانات للدفايات لكل الاجهزه الكهربائيه. ده بطبيعه الحال بيحتاج اننا ناخد بالنا من ما يعرف باجراءات السلامه الخاصه بيها، بمعنى اخر ما ينفعش نشغل السخان طول الوقت، وخصوصا طبعا لو بنتكلم احنا على سخان الميه مش سخان الغاز، ما نشغلش الدفايه واحنا نايمين لان ده في خطر كبير علينا وعلى اولادنا، او حتى ننساها شغاله جوه البيت ونخرج ونروح شغلنا، ده بيبقى فيه خطر كبير علينا وعلى العائله كلها. طبعا يعني مع الصقيع فعلا مع البرد ده بالذات، انه كمان في الكام سنه اللي فاتت درجات الحراره بقت بتقل جامد قوي عن ما احنا متعودين، فمفهوم انه بعض الناس بتبتدي تحس انه محتاجين البيوت تبقى دافئه اكتر، فبيبتدوا او ابتدينا مؤخرا ان احنا نبقى على طول فاتحين الدفايات والحاجات دي كلها. عايزه اقول لك كمان انه الدفايات من الحاجات اللي بتسبب البرد، يعني حتى غير ان هي خطر جدا بالكهرباء لكن كمان هي بتسبب البرد. انت بتبقى درجه حرارتك حاجه معينه، تخرج بره، لو حتى لو هتفتح الباب تدفع فلوس اي حاجه، ده بيعرضك انك يجي لك برد. فطبعا هي من الحاجات الخطر مش بس يعني بما له علاقة بالكهرباء. الحاجة التانية المهمة برضو هي ترشيد الكهرباء، إنه كلنا عايزين نعمل ده في الأول في الآخر، كلنا عايزين أكيد نوفر في فاتورة الكهرباء. الأجهزة الكهربائية الحرارية زي الدفاية، السخان، فرن الكهرباء، الكاتل أو غلاية الشاي، كل ده بيستخدم كهرباء كتير وبيزود الاستهلاك، فبالتالي بيزود قيمة فاتورة الكهرباء. فمهم جدا إننا نستخدم الأجهزة دي بشكل مناسب، وفي نفس الوقت ما نسيبش الفيشة في الكهرباء. طالما إننا قفلنا الجهاز يبقى ضروري نشيل الفيشة، علشان ده طبعا بيكون اسمها يعني طاقة مهدرة، بيستخدم طاقة من غير داعي. ده حقيقي جدا، يعني احنا ممكن بدون قصد بيكون عندنا طاقة مهدرة كتيرة في البيت زي ما بسنت قالت. يعني مثلا هتلاقي ناس كتير جدا ما بتقفلش جهاز الكمبيوتر او اللابتوب وبتسيبه على طول شغال، في الشواحن الموبايل دايما بتبقى موجودة في الحيطة بدون استخدام، سخان الكهرباء طبعا متوصل بالكهرباء طول الوقت، وكل اللي احنا بنقوله ده غلط، ده بيزود قيمة فاتورة الكهرباء. ومش كده بس، هو ايضا غلط في اجراءات السلام. مفروض ان احنا نشغل الحاجات دي قبل ما نستخدمها، وبعد ما نستخدمها بنقفلها علشان نضمن جودتها، وعلشان ايضا فاتوره الكهرباء ما تحملش عليها. عايزه اقول لك يا مصطفى ان المعلومه دي انا كنت لسه عارفاها من قريب، مش من بعيد قوي يعني، كنت زمان بالذات فيش الموبايل كلنا بنعمل الموضوع، كلنا سايبين فيش الموبايل، يعني حتى بعد ما عرفت المعلومه فعلا سايبه فيش الموبايل. دي من الحاجات الغلط جدا، وكنا حتى بنشوف بعض الحاجات على السوشيال ميديا انه مش عارفه الموبايل انفجر عشان ايه، مش بس عشان احنا سايبينه في سايبين الفيشه، لكن كمان احنا شحناه بزياده، نسيناه في الشاحن، ايا كان، كل حاجه لما بتكتر عن حدها بتبقى مش كويسه. فكره ان انت تبقى سايب على طول الكاتل بتاعك في الفيشه عشان في اي وقت تعمل اي حاجه سخنه، ده كمان غلط جدا. الموضوع بسيط، بعد ما خلصنا كوبايه الشاي بنشيل الفيشه. المايكروويف عايزه اقول لك، لانه في بعض الحاجات الادوات اللي احنا مضطرين تبقى متوصله بالكهرباء على طول زي الثلاجه مثلا، مش هنشيل فيشة التلاجة، بس يعني في حاجات تانية ممكن نستغنى عنها عشان نقدر أول حاجة ما تبقاش طاقة مهدرة زي ما قلنا، نوفر في الفاتورة، وفي نفس الوقت نعرض أو نتجنب إن احنا نعرض نفسنا لأي نوع من أنواع المخاطر اللي ممكن تتسبب فيها هذه الأجهزة. احنا النهاردة معانا فقرة هيتكلم فيها بالتفصيل عن كيفية الترشيد في استهلاك الطاقة خصوصا في فصل الشتاء، لأنه احنا دايما بنسمع عن مشاكل الدفايات وبتسبب حوادث كتيرة جدا. طب احنا نقدر نعمل ايه؟ نوفر الطاقة المهدرة دي ازاي؟ ايه الحاجات الغلط؟ ايه الحاجات اللي نعملها واللي ما ينفعش نعملها؟ كل ده هيبقى معانا النهاردة وهنتكلم فيه في الفقرة في خلال الحلقة، فتابعونا. بنصبح عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.